تزامنا مع افتتاح ساعة الساعة وسط مدينة إدلب، بدأت نشاطات مهرجان التسوق الأول بمشاركة معامل وأصحاب مهن ومحال تجارية وشركات. طرحت فيه منتجات وبضائع متنوعة بأسعار تناسب كافة شرائح المجتمع في مدينة إدلب. هي خطوة أولى ومبدئية لمرحلة من مراحل التعافي المبكر اللي صراحة منحاول نترك ولو غرس صغير فيها، لأن شعبنا بيستاهل. فكرة السوق صراحة كانت هي عبارة عن تحريك للسوق خلال الفترة السابقة اللي كان فيها السوق بحركة جمود. تطبيق إيكاش هو مختص بالخدمات المالية أو الدفع الإلكتروني، يعني خلينا نسميه هو الدفع الإلكتروني، يعني عمليا بيغنيك عن موضوع شيء اسمه كريدت كارد أو يعني بطاقة دفع إلكتروني. هو عن طريق الموبايل، ما في بطاقة حتى، ما في جهاز عند أي سمان، هو من الموبايل للموبايل العملية بتكون فيه. يتخلل المهرجان عروضا ترفيهية وهدايا مجانية توزع على الزائرين طيلة أيام المعرض، إضافة لخصومات تصل لأكثر من 50% على بعض البضائع بهدف مساعدة المستهلكين من ذوي الدخل المحدود. كمؤسسة عم الحاج حبينا نشارك في هذا المعرض لكي نوصل منتجنا إلى أي بيت، إلى كل بيت، ومن خلال مشاركتنا حبينا نبيع أقل من رأس المال بسبب المعيشة الصعبة. هي لسه هلا لسه نزلنا، لسه ما اشترينا شيء، بس في اشترى من سوق السيارة. عرفت كيف هيك؟ كيف شفت الأسعار؟ حلوة الأسعار، إيه لا في يعني رخص شوي. هي شيء حلو كتير يعني، والبلد كانت يعني بحاجة لهيك شيء. يسهم معرض أسواق إدلب بتأمين فرص عمل مؤقتة لعدد من الشباب العاملين في تسويق المنتجات والأنشطة الدعائية، إضافة للتبادل التجاري والمعرفي وعقد الصفقات بين التجار المشاركين ورجال الأعمال الزائرين للمعرض من خارج سوريا. يأمل المشاركون في معرض أسواق إدلب أن تلقى بضائعهم استحساناً ورواجاً لدى المستهلكين، وأن تسهم هذه الأسواق في إنعاش حركة البيع والشراء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان الشمال السوري. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب.